ديالا فإن إلقاء القبض على ثلاث جماعات مسلحة كانت بحوزتها هذه المتفجرات سيجعل المحافظة آمنة من تفجيرات كبيرة، تقول القيادة أن الجماعات كانت تخطط لتنفيذها خلال أيام العيد. هناك نوايا للعدو لغرض العمل خلال العيد المبارك، إلا أن شرطة ديالى أحبطت هذه العمليات، ليس بالعمليات البسيطة وإنما كانت عمليات كبيرة الغرض منها هو بث الرعب والهلع داخل محافظة ديالى. من خلال ذلك تم إلقاء القبض على ثلاث شبكات، هذه الشبكات كانت لديها من المتفجرات ومن الأسلحة ما يكفي لعمليات كبيرة. ورغم التفاؤل الذي أبدته قيادة شرطة ديالى بإلقاء القبض على الجماعات المسلحة الثلاث، إلا أن ذلك لم يمنعها من فرض إجراءات أمنية مشددة في المحافظة خلال أيام العيد لأسباب تقول القيادة أنها تتعلق براحة المواطنين. سوف تغلق بالكامل مدينة بعقوبة والمقدادية وكذلك بقية الأماكن الترفيهية التي تحتوي على حقيقة إلى تحتوي على متنزهات وتحتوي على شلالات، هذه الأماكن أغلقت بالكامل لراحة المواطن، أغلقت بالكامل من كافة الوجوه. يعني المواطن يأتي هو وعائلته إلى هذه الأماكن ويتمتع بالراحة الكاملة من الصباح إلى ساعات متأخرة من الليل. حديث القادة الأمنيين في ديالى لم يعني شيئا للأهالي، فالخروقات الأمنية الأخيرة التي شهدتها المحافظة وتداعيات ما يجري بدول مجاورة على العراق قد تقيد حركة مواطني ديالى خلال أيام العيد. طالعين من شهر مبارك على عيد الفطر المبارك، الناس راح تبدي تطلع، الناس راح تبدي تحاول تخرج من قوقعة البيت اللي كانت ملتفة بيها. هذا راح يسبب خروقات الأمنية اللي حدثت بهذا الأسبوع، راح تسبب ارباكات للمواطن العراقي. بالتأكيد طبعا اكو له تأثير على البلدان المجاورة، لانه يعني واقع حال انه هسه اذا نلمس انه فد شيء يصير في دولة مجاورة بالتأكيد الأضرار تمس بالبلد المجاور إليه. وما بين تفاؤل القادة الأمنيين في ديالى وتشاؤم المواطنين بتوفير الأمن خلال أيام العيد، تبقى الكلمة الفصل لأفراد القوات الأمنية ومدى قدرتهم على حماية المواطنين في محافظة غالبا ما تشهد خروقات أمنية متكررة.